الناس هادو اللي راهم ورايا كل عندهم طاولات وعندهم عائلات، راهم نحاونا حقره، هادي راهي حقره، رانا في مرشي، وعدونا 100 مره وكل مره يهضروا ويعدونا نعطيكم محلات وكذا وما يعطيونا ما والو، جام يعطونا من 92 وحنا في الطاولات. السوق هذا اللي راه يتسقط منه عائلات كبيره، ماذا بكم ديروا لنا حل في اقرب وقت؟ هذا السوق اللي راه تنحى بدون سابق انذار، الناس راهي جابت السلعه ب 10 ملايين وب 20 مليون، جاوا نحاو لنا السوق، الناس راهي بالعائلات، راهي بالوليدات. نطلبوا من المسؤول الاول لولايه قسنطينه السيد الوالي يتدخل في هذه القضيه.